اليوم انتهينا وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث لاتحاد رؤساء الجامعات العربية واتحاد رؤساء الجامعات الروسية. والحمد لله حضر المؤتمر أكثر من 250 رئيس جامعة من 21 دولة عربية ومن روسيا. من ضمن هؤلاء الجامعات هناك جامعات قوية وعريقة جدا مثل جامعة موسكو التي كان عمرها 270 سنة. فمن ضمن التوصيات تمت مناقشة موضوعات كثيرة لتحسين التعليم والتعلم وربطها بالبحث العلمي، خاصة بما يتعلق بالتقدم السريع الحاصل أو التقدم المتسارع في التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم، وخاصة في طرائق التدريس، في إنشاء المختبرات التفاعلية، في إنشاء قاعات الصف إلى آخره. وبالتالي أيضا تم طرح عدد من النقاشات اللي تخص التعاون بين هذه الجامعات. هذا المؤتمر فتح لنا آفاق واسعة وكبيرة للمستقبل، الحصول على شخصيات طلابية قادرة على التعامل مع المجتمع، قادرة على الاستدامة، قادرة على أنه تتناغم مع الابتكارات والتسارع التكنولوجي وكل ما يتعلق بصقل شخصية الطالب.